مرحبا بكم معنا في أول حلقة من برنامجكم الجديد دار ديزاين ديالنا المخصص لشهر رمضان. الهدف من هذا البرنامج هو أننا نحاولوا نساعدوا على قدر المستطاع الناس المحتاجين أنهم يحسنوا من ظروف عيشهم. والتحدي ديالنا هو أنه في أقل من أسبوع غنقوموا بأشغال بإصلاح إعادة تأسيس وديكور مؤسسات خيرية بمساعدة نزلاءها. خصنا شهر رمضان 2012 للتضامن، التضامن مع مهنيين في عدة مجالات اللي ساندوا فكرة البرنامج وتبرعوا بكل ما كيحتاجوا الأشغال من مواد أثاث وحتى منتوجات الديكور. وكنغتنموا هذه الفرصة باش نشكرهم على روح المساعدة اللي عندهم وسخائهم. ودابا بلا ما نطول عليكم أكثر، نمشيو نتعرفوا على أول مؤسسة في أول حلقة من برنامج دار ديزاين ديالنا. احنا اليوم في دار اطفال سيد البرنوسي اللي كتضم تقريبا 250 طفل، والجمعيه الخيريه سيد البرنوسي هي اللي مكلفه بهذه الدار اللي المساحه ديالها 16000 متر مربع. هي فيها جميع المرافق اللي محتاجينها الاطفال ومقسمه لعده اجنحه على حسب الاعمار ديالهم. نمشيو نقومو بجوله باش نتعرفوا على هذه المؤسسه اكثر. حلات الخيريه ديال سيد البرنوسي الابواب ديالها في 86، 300 طفل عايشين هنايا. تلاقينا بدريس الحمري مدير المؤسسة باش نعرفو شنو هما المجالات اللي خدامة فيها ونعرفو الصعوبات ديال الدراري منين كيبغيو يغادروا دار الأطفال. المجالات اللي كان الجمعية الخيرية ديال سيدي البرنوسي اللي كتساعد فيها هاد الخيرية، عندنا المجال الأول وهو الحيوي اللي هو الماكلة، لأنه هو التغذية. ضروري خص الدري خصو يفطر، خصو يتغدى، خصو يتعشى، خصو يدير الكوتي ديالو كأيها الناس، لأن مسائل ضرورية. كاين الملبس خصو يلبس، كاين أدوية، كاين المجال اللي هو أساسي بلا ما يكون وهو الدراسة، لأن جميع أنا كيف ما قلت لك الأطفال خصهم يدوزوا من التمدرس. لا يعقل بأن الدري يجي يجلس هنا سير الخيرية وكل ناس ما بقاتش هادي، خصو يجي يتسجل ويمشي للمدرسة ديالو. وبالموازاة لهذا الشيء كاين أنشطة رياضية ثقافية تسرحية، العمل بجانب شتى الوسائل باش يمكننا نحاربوا كل ما هو يدي هاد الدراري لشي أشياء ديال الانحراف أو شي اتجاه ديال الانحرافي. والمحور الثالث وهو إدماج هاد المستفيدين في المجتمع وفي الحياة المهنية. خص يكون عندنا مؤسسات لي مواطنة كتعاون مع الدراري، كتعرف بان هاد الوليدات الا خدمتي معاهم كلشي وجيتي حتى للمرحله ديال الادماج وما لقيتيش فين تدمجهم، كيفاش غادي يولي عندك واحد التراكم ديال الدراري اللي هما متكونين هما ما مدموجينش، وبالتالي فين غادي تصيفط هاد الدراري؟ هذا ما كيخولش لينا حنا باش نخرجوا هاد الدراري وبالتالي نعاود نستقبلوا ثاني واحد العينات اخرين اللي نعاود نخدموا معاهم الى اخره. عرفنا دابا بعض المشاكل اللي كيعيشوها الدراري الكبار، فكيفاش كيعيشوا الصغار في المؤسسة وشنو العلاقات ديالو مع المؤطرين؟ رشيد فاجئنا بالهدوء ديالو والتراجع اللي عنده على نفسه. شاهدوا. انا كنت في ليلة حسنة ياك، ومن بعد من كبرت شي شوية بحال هكا 5 سنين بحال هكا مشيت لهنا خيري وصافي كملت. المدرب ديال الصف عز عليا، هذاك معاه حلقة حسنة ومربيين، كاينين اللي عززنا عليا كاينين اللي شويه حقاس. بعض المرات كما كيعجبوني في التصرفات ديالهم هذاك الشيء من عندهم وما مشي، ولكن كما كنسمج كنتنفخ عليهم ولا شي حاجه عادي، كندير غير في الداخل ديالي كنتعقد انا شي بعض المرات ماشي بزاف، كنتعقد معاهم وكنحترم، ولكن في الداخل ديالي كنلقى شرحت، ولكن بعض المرات كنلقى عادي زوين تولي الى سميتو الى كبرت شي حاجه نكون مهندس انجينير ديال طا شي واحد، ولا نكبر صحافي اللي بغيت. نشوفوا دابا جوهرات المؤسسه، المخبزه اللي كتكون دراري باش يقدروا يخرجوا لسوق العمل، واخا كتبقى فرص التدريب صغيره. دابا انا راه داير ديجا داير سونتر وما لقيتش خدمه، وجيت دات الفورماسيون اللي داروا الخيريه هادي باش مثلا نجي نتعلم خبز. مازال دخلتي الحفره مزيان، كيف ما دخلتي شي حفره كتكون مزيانه لك. انا عجبتني الحرفه ديال البولونجي الخبز اللي جينا مزيان فيها الفلوس فيها الرزق، من المستقبل ديالي راه تكون غدا مزيان. حتى دابا بولونجي انا راه شديت الحرفه تعلمت ليها، كنتمنى من الناس ديال الخيريه حتى هما يعاونونا حتى
لا تعلمنا الخبز وعلمنا سير غنخرج ندوزو ستاج. من بعد الشركه دوز هذا ستاج وعجبتني وعجبتها في خدمتي، غادي نبقى معاهم نستمر معاهم في الخدمه ديالي. هاد الاطفال رغم انهم ساكنين في الخيريه خصك تعطي لهم فرصه، ما تبقاوش عندهم اليوم ديك ليتيكيت. راه ولد الخيريه راه شخص مهيئ ومؤهل ومخد داك الدراسه ومخد داك الدبلوم الا عنده ما يعطي. نثقوا فيهم ونعطيوهم فرصه للعمل ونجربوهم في التدريب، حصه تدريب ديال انستاج اللي يمكننا ونشوفوهم باش تكون فرصه باش هما يعبروا على داك العطاء ديالهم على الخبره ديالهم. شفنا دابا ان الدراري ديال البرنوسي بحال اي طفل مغربي كيقراو ومنقصهم غير شويه ديال الحنان والامكانيات. الصعوبه الكبيره كتبقى على برا والاندماج في المجتمع. نسمعوا لشهاده عبد الحق. الحمد لله دابا حنا راه تأهلنا وخدمنا الحمد لله، تزوجنا وكنمشي مره من نكون ما خدامش مسالي كنمشي نهبط للخيريه وكنشوف الدراري، نشوف الاصدقاء ديالي ونشوف المعلمين ديالي والمربيين ديالي. الحمد لله بقات العلاقه بيناتنا مزيانه الحمد لله. اصلا حتى المربيين تما علمونا شي حوايج الصراحه اللي خلونا والدينا فيهم الصراحه والدينا. المجتمع اخويا الناس ما كيرحموش اخويا، انهم عندهم شي اسئله الصراحه كيضروا بنادم في الخاطر ديالو. ولد الخيريه انك يقول ولد الخيريه شكون موك شكون باك، هادشي راه ما بقاش هادشي دابا. هذا ما خاصو يبدل شويه النظريه ديالو، انه راه بحال ولد الخيريه بحال ولد الدار كلشي بحال كلشي ساوي. عرفنا دابا الصعوبات اللي عايشينها الدراري ديال دار الاطفال. لمعلومات اضافيه او لمد يد المساعده التحقوا بالموقع orphelinabernoussi.org. دار الاطفال سيد البرنوسي كتضم مرافق كثيره، والجمعيه الخيريه سيد البرنوسي سبق لها وقامت باصلاح الجناح الخاص بالوليدات الصغار، وحنا بمساعده الاطفال والناس اللي مكلفين بهاد الوليدات غنقوموا باصلاح الجناح الخاص بالاطفال اللي في عمرهم بين 7 سنين و 9 سنين، وهما بنفسهم اللي غادي ياخذونا في جوله باش نتعرفوا على الاماكن اللي كيعيشوا فيها. اجي معايا. صباح الخير. لاباس؟ قبل ما نبداو قولوا لي كل واحد سميتكم وشحال في عمركم. انوار ناصر. انوار. ياسين حجوي. ياسين. مجيد. مجيد. يزيد مختار. ويزيد. دابا نتوما عرفتوا علاش جينا عندكم حنا اليوم. صابونا دارنا. وشنو الحوايج اللي بغيتو تبدلو؟ لاكاروس وحدي الحيط. واخا قولوا لي كل واحد شنو بغى يبدل. انت شنو بغيتي تبدل؟ طواليت اصغر. طواليت. وانت؟ لاكاروس الحيط والشراشة. تجمعتيهم كاملين. وانتيا؟ السباغة. السباغة. الشومبرات. والشومبرات هنا فين هنا فين كتتناشوا. دابا بغيتكم تديونا وتوريونا شنو هما هاد البلايص اللي بغيتو نعاودو نصوبوهم لكم. مشيو يلا. يلا دابا فين غادي نمشيو؟ قول لي لاله زينب. السلام عليكم. عليكم السلام. قول لي شنو هو الدور ديالك في هاد المؤسسه؟ انا المشرفه التربويه على الفئه اقل من 15 عام في هذه المؤسسات. الاشراف التربوي عندي. وحنا دابا كنتواجدوا فين؟ تتواجدوا في جناح ديال مجموعه النور. الفئه العمريه من 9 سنين ل 10 سنين، ما بين 8 سنين و 10 سنين. 8 سنين و 10 سنين. وهذه هي البلاصه اللي كيناسوا فيها الدراري. هذه المكان ديال النوم ديالهم، فيه الغرف تيحتوي على 4 غرف ديال النوم. كل غرفه فيها 8 الاسره. تسمية الأسرة كل واحد عنده السرير ديالو، عنده المسائل ديالو، عنده الخزانة فين تيدير الملابس ديالو، الحاجيات ديالو الخاصة. بصراحة حنا كيف ما كنشوفوا لي ماتلا والخدا دي عياو شي شوية، وهادشي ما يكونش مريح للدراري. هي بطبيعة الحال العدد ديال الأطفال المؤسسة يعني تيحتاج بزاف سميتو الأشياء، من بين الأشياء اللي ربما خاصة تغير في هذا الجناح هذا هي الأسرة والصباغة ديال الغرف ديالهم والمراحل. حتى البلاكارات فين كلهم يجمعوا الحوايج ديالهم. إعادة التجهيز ديالهم بطبيعة الحال.
كنظن انه ماشي هي ديال البلاصه الوحيده اللي خصنا نعاودوها وغادي تكون فيها الخدمه. غادي سدينا نشوفوا مع الوليدات المرافق الاخرين ان شاء الله تبارك. بين الاماكن اللي غتخضع للاصلاحات عندنا هذه المرافق الصحيه وهذا المكان هذا ديال اللي دوش فين تيستحموا الدراري اللي محتاج بزاف ديال الاصلاحات كيف ما كنشوف. بمعنى الصوره واضحه واوضح يعني تتوصل واحد الرساله اللي باش تعرفي الاصلاحات اللي خاصه من بيناتهم. المهم عندنا تنعرفوا مشاكل بالنسبه للدراري فاش يستحموا وبقيت خاصه في وقت البرد. حنا تنعتمدوا على الطاقه الشمسيه في المسخن من في وقت البرد تكون اشعه شويه ناقصه يعني ما تلقاوش الكميه الكافيه ديال الماء السخون تيكون قليل. من بين المشاكل اللي تنعانيوها هي الاناره يعني الضوء عندنا قليل وبالاضافه ان هذا الحيط هذا مضرب تمكينش النوافذ باش اللي غتدخل وكيف ما كنشوف هذا الحيط بحال اللي بديتو الخدمه ومازال ما كملاتش. كانت بدات واحد الاشغال ولكن النظر اللي خلاوها نهايه الموارد الماليه وقف الاشغال غير تما تكون واحد الامكانيه باش غنكملوا الاصلاحات. والحمد لله دابا كان جات هذه الفرصه هذه باش تتم هذه الاصلاحات هذه الاحسن لكم ان شاء الله. نمشيو نشوفوا باقي المرافق اللي غادي غنشوفوا الناس الثاني ديال هذه المرافق الصحيه هنا ديال الشارع على جوج البلايص هذه البلاصه لان كانت كبيره وكنت فاش يعموا الدراري ما تتسخنش باش غتقدر بالقدر الكافي. حاولنا ان نقسموا على جوج نديروا الدوشات بوحدهم والمراحيض بوحدهم. نمشيو نشوفوا بلاصه اخرى غنمشي نشوف وقعة المراجعة وكدا تراجع فيها. كما شفنا في المراكز ديال الدراري كاين غير الغرف ديال النوم اذا محتاجين هما واحد القاعة اللي غادي يديروا فيها الدعم الدراسي ديالهم وقاعة فين غادي يتجمعوا فيها اما يتفرجوا في التلفازة اما يتواصلوا بيناتهم باش يخلقوا واحد العلاقة ثنائية ولا جماعية بيناتهم. وهذا المكان هو اللي احنا خصصناه لهذا الهدف هذا يعني هذا تنقسم لجوج المرافق. كاين القسم اللي هو اللي هادشي اللي كنشوفو دابا يعني تهويل الطاويلات السبوره فين تيدير يخرج لي دوفوار ديالو. المشكل اللي عندنا في هاد القاعه هو هذاك سميتو ديال المشاكل داكشي واش هذاك طاح هذاك السقف ولا شنو وقع؟ طاح يعني هذاك السقف طاح وكان حتى الماء تيقطر تما يعني فاش خلينا يمكن هادشي علاش خويتو هاد البلاصه هادي المكان واقتصرنا غير على القسم لان المفروض علينا ان الدراري خاصو يراجع الدروس ديالو ما كاينش شي مكان اخر اللي غادي حنا مجبرين انه يدير المراجعه ديالو هنا. وبالنسبه للصباغه كنشوفوا بلا مقشره وكاينه حتى لوميديتي في السقف هذا هو من بين المشاكل اللي تلقاوها في الصباغه وهاد لوميديتي اللي تتكون في سميتو يعني في القاعات وهذه كانت هي يعني القاعه اللي يعني عانات من هاد المشكل هذا. دابا حنا شفنا المرافق بثلاثه وعرفنا المشاكل اللي فيهم غادي نمشيو نشوفوا لا ديكوراتريس ديالنا والاركتيك دانتيريور باش نشوفوا شنو اقترحت علينا. كيف ما شفتوا معنا حنا تابعينا بزاف ديال الاشغال ولحسن الحظ حنا ماشي بوحدنا معنا الاركتيك دانتيريور ولا ديكوراتريس دنيا برادا اللي غادي تعاوننا باش نجحوا في المهمه ديالنا. دنيا صباح الخير. مرحبا بك معنا. شنو يمكن لك تقول لنا بعد هذه الجوله اللي شفنا خصوصا وانك عضو فعال في الجمعيه يعني كتعرفيها مزيان؟ وي جوستومون هاد المحلات هما مزيانين كبار غير خصهم شويه ديال الانعاش في لي طرافو في الديكور شحال هادي ما تصباغ شحال هادي كاين مشاكل ديال لوميديتي وديال ديال الصباغه دونك خصنا خصو يتعوض شويه هادشي. كاينه بزاف ديال الخدمه. كاينه موجوده الخدمه وي. دونك كما قلنا تكون انا بزاف ديال الخدمه شنو ظهر لك الا مشينا بدينا بلي سال دو بان؟ يلا شوف كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا دابا في الحمامات ديال لي دوغتوار. دنيا شنو هما الاشغال اللي بانوا لك ضروريين في هذا المكان؟ هذا المكان خصو ان ايزونون في السقف خص ضروري نديروا شي ايزونون حيت عندنا بزاف ديال البروده ديال لوميديتي
دونك غادي نديرو لي زولون بعد غنديرو واحد الفو بلافون بالقبس وبيناتهم غندوزو التيوات ديال لا بلومبري باش ميبانش وديال الضو من بعد غادي نضويو شويه المحل شويه مظلام عندنا واحد الضوايات واحد لي بافي دو فير غادي نهبطوهم شويه باش يضويو لنا المحل ومعلوم غنبدلو الزليج غادي نفتحوه شويه كيبان قديم شي شويه وغير مرقع ماشي نفس اللون غادي نبدلوه غادي نبدلوه شنو اللي اختاريتي اختارينا البيض باش يكون مفتوح باش يضوي اياه باش يضوي وزدنا شي لوينات باش الفضاء يكون مريح الارض غادي يكون غادي نحيدوا هاد الموزايك اللي في الارض وغادي نديروا واحد الزليج يكون انتي ديرابون باش الدراري تبارك الله عليهم كي صغار كيجريو ما خصهمش يزلقوا وغادي انكاستريو هاد لي تيو كلهم غادي نديرهم بي في سي راه نوفيل نورم وغادي تكونهم انكاستري كيبان عندنا صغار والدوزين تو لي باساج صغار غنديرهم اونور غادي نوسعهم على 90 سنتيم ولا مترو باش نعطيو شويه ديال لا سيكوريتي للدراري الدراري نمشيو نشوفوا الفضاء الاخر اللي غادي نقوموا بالاشغال فيه يلا احنا دابا كنتواجدوا في واحد من ربعه لي دوغتوار اللي غنقوموا باصلاحهم واش كتظن يا دنيا انه يمكن لينا نقوموا بهاد الاشغال في ظرف 5 ايام غنحاولوا حيت كاين الخدمه بزاف كاين يا بوكو طخافو لاكرات شويه مكرفسين ما بقاوش كيتشدوا كاين مهرسين كانوا لي خاصهم الشومبرات دوك نعاودوهم شفنا مع النشار غادي كادهم كلهم باش يتشدوا مزيان بالنسبه للخشب حيت كنهضروا على الخشب غادي نديروا شي حاجه مهمه غنديروا لهم الخشب مورا راسهم تدلي حيت فوقت البرد كيضربهم البرد دوك غادي نديروهم من بعد غادي نصبغوهم وغنعطيو لهم شويه ديال الوينات اللي تناسب مع الالوان ديال الحيط من بعد ما شلنا الحمام ولو دوغتوار غادي يبقى لينا القسم نمشيو نشوفوه باش نشوفوا الاشغال اللي غنديروا فيه يلا حنا دابا في القسم شنو هما الاشغال والحلول اللي لقيتي بالنسبه لهذا الفضاء هذا هاد الفضاء عنده مشكله ديال البروده بحال اللي كتشوف ديال لوميديتي مع الجلطه الحيوطه وحتى السقف حتى هو السقف الوغ البروده غادي نصوغ نديرو له ليزولون من بعد غنديرو الصباغه اما السقوفه راه في ما عندناش البروده في السقوفه السقوفه عندنا سميتو عنده لي تويو باينين كنخبعهم بالقبس كنفير دي فوس بوتر بحال اللي طاح حتى داك البلاصه كيف ما قالت لنا لالا زينب دونك غادي نديرو فوس بوتر بالقبس اما الشيء الاخر غادي نديرو الوان غادي نديرو واحد لي زيسباس دو ريور حيت الالوان اللي تيبغيو الدراري دونك دابا حنا شفنا فضاءات بثلاثه وتكلمنا على الاشغال اللي غادي يكون في كل مكان نمشيو نبداو الخدمه دابا ان شاء الله يلا فريق دار ديزاين ديالنا موجود اليوم في الجمعيه الخيريه لسيدي البرنوسي التحدي عنده كبير بحيث ان ثلاثه ديال مرافق الجمعيه محتاجه لاصلاحات اشغال وديكور والكل خاصو يكمل في ظرف اسبوع واش الفريق غادي ينجح في المهمه ديالو تابعوا معنا الاشغال عند وصول فريق الاشغال قمنا بافراغ المناطق اللي غادي نصلحو من الاثاث والاكسسوارات القديمه بحال الفراشات والستائر فقمنا من الصباغه زولنا التشوهات اللي في الحائط وحكينا الجدران عن طريق ورق الزجاج قسم الدراسة هو فضاء اللي محتاج لإصلاحات أيضاً الأطفال صروا على مساعدة الفريق لإفراغ هذه القطعة من الطاولات وأغراض القراءة باش العمال يشغلوا فالمرحلة الأولى في هذا الفضاء هي إصلاح الفوس بوتر ديال القبس اللي لقينا مقصرين لهذه العملية استعملنا البلايك ديال القبس إضافة إلى خليط ديال الفيلاس القبس والماء استغلينا الفرصة باش نوضعو دي فوس بودغ جداد اللي غادي يسترو لينا الأنابيب ديال الماء اللي واضحين في نفس الوقت وأمام بعض الأطفال النزلاء المهتمين بالأشغال شرع السباغ في وضع كوش ديال لوندوين مضاد للرطوبة في الحائط اللي وجدناه مقيوس بالبرودة بون سي مراد ملي غادي نكمل القباس ياك غادي تعملنا لي غيور اللي قلنا غنديرو هنا بالبلون والفيولي هذيك بلاصه فيولي بلاصه ديال القسم البلاصه ديال الصالون داكوغ دو لا سال دو روبو غادي نديرو هذيك الحيط كله فيولي وشي الاخر كله بيض داكوغ خصنا البيض هاد البلاصه خصها تكون مفتوحه داكوغ الله يرضي عليك لاكي
في الخشب واللاكي في الحديد، ما تنساش نوتيرو يقطع. مرينا الجزء الثالث والأخير، أي مرافق الغسل ومراحل الأطفال. فالمرحلة الأولى في الأشغال هي وضع دي ترانشي في الجدران باش نأنكستريو كل أنابيب ديال الماء. لهذه العملية استعملنا آلة كهربائية خاصة باش لي ترانشي ديالنا تكون في نفس المستوى. اقترحت علينا دنيا باش نزلوا المستوى ديال قطع الزجاج اللي موجودة في الحائط واللي كتفصل الحمام والمراحل. هذه العملية غادي تخلينا نحصلوا على إضاءة أحسن. استغلينا الفرصة أيضا باش نكسروا جوج ديال الحيوط اللي كانوا تيخنقوا الأبواب ديال الحمام، وباش المسافة ديالهم تكون متطابقة مع معايير السلامة المطلوبة في المرافق العمومية. من بعد انتهاء حفر لي ترانشي، غرسنا في الحائط الأنبوب الأخضر اللي غادي يشكل شبكة القنوات المائية الجديدة. بون معلم بلومبي ياك شتك حفرتي درتي لي ترانشي باش دوز التويوات ياك غنكاستريو هادو وغنبدلو هادو غنحيدو صافي هادو ما قدام هادو بغيت تحيدو هادو لي روبيني غنخليو الله يرضي عليك صافي صافي دونك توت لا تيوتري انكاستري داكور الله يرضي عليك في نفس الوقت شرعنا في إزالة قطع الزليج القديمة اللي مغلفة الجدران فهاد القطع البنية كتزيد الفضاء غمق قررنا باش نتخلاو على هاد البنية الثقيلة ونوضعوا قطع زليج بيضاء مواتية للحمامات. غادي تعملنا هنا فلاكس جوج زليجات بويض ياك هادو الله يرضي عليك بعد الفوق تلفوق تلفوق نمشيو حتى لتحت ما تنساليش الكريسه ديال 55 سنتيم الله يرضي عليك فين قلتو لي دير هنا غتعمل ليا باندا حمراء حتى هي من تحت من الفوق هابطه مع الكريسه حتى لتحت الله يرضي عليك باندا حمراء هنا وباندا حمراء هنا واللي شافخلو بيدك صافي هنا غتعيا الزليج ما كيتوسخش بزاف انتي ديرابون باش ما يزلق حد غديروه في الارض وغتعملوا لي دروا ديروا لي شوسيكات نضرب جوان بالجوان شويه الجوان لا ضروا الجوان فوق ما نديروا الجوان بالحق الجوان نديروا بالسينا شوفوا الدوش يلا نمشيو نشوفوا هنا الله يرضي عليك غنديروا هاد الزليج اورانج ياك غديروا لي في الوسط لاك ديال الميلونجور من تحت الفوق كل قاعده والجليج كله لاخذ ناعس كله ناعس الجوان يتبع الجوان الله يخليك الجوان غري وكاين الابيض لك حل صافي الله يرحمها سلمنا قطع الزليج اللازمه لاصلاحات الحمام والاطفال تنتظروا بفارغ الصبر انتهاء الاشغال في المرافق ديالهم رجعنا لغرف النوم اللي غادي نوضعوا فيهم الكوش الاول ديال الصباغه فحطينا اولا كوش ديال الفينيل في السقف ثم صلحنا لي سوميي اللي كانوا مهرسين استعملنا لهذه العمليه خليط ديال الاسمنت الرمله والماء صلحنا ايضا الشقق والعيوب اللي في الحائط بلوندوي باش نتاكدوا من المستوى الجيد ديال الجدران بعد نزلاء الجمعيه دريس يزيد انوار وسفيان التحقوا علينا وصروا باش يساعدوا العمال في الاشغال فسفيان ويزيد تيزولوا الشقق عن طريق المنصات اما دريس وانوار فضلوا انهم يوضعوا الكوش الاولى ديال الصباغه في الحائط وكوش ديال الفينيل في السقف المشاركة ديال الأطفال في الأشغال منحات للعمال جو عمل ديال الرفاهية والمرح شيء اللي سمح لهم باش يشغلوا في أحسن الظروف من ناحية الكوش الأولى ديال السباقة فوضعناها من نوع مائية في اللون البيج المغلوق باش نكسروا رتابة اللون الأصفر القديم
حنا كنقوموا بالاصلاح ديالها مشكل الرطوبه اللي كيتسبب في اضرار، مثلا الصباغه مع المده ما كتبقاش شاده وكتبدا تقشر. يمكن حتى نتوما يكون عندكم هذا المشكل في البيوت ديالكم. هذا الشيء علاش درنا هذا الغوبورتاج، باش نتعرفوا على الحلول الموجوده في السوق. الرطوبه او ما يعرف بالهوميديتي هو مشكل تيمس اغلب البنايات في المغرب. اسباب ديالو كثيره، بحال القرب من الشواطئ، تجمع الماء عن طريق البخار، تساقط الامطار الى اخره. اما العواقب ديالو على صحه الانسان فتقدر تكون وخيمه، خصوصا على الاطفال الصغار والشيوخ. ولكن كيفاش تنعرفوا اننا تنعانيو من هذا المشكل في البيت ديالنا؟ هذا المشكل ديال الهوميديتي كنعرفوه ثلاثة ولا أربعة ديال العوامل اللي أي واحد يمكن له يشوفها ويفهم أنه عنده الميديتي. أولا تلقاو لا موزيسور في الحيط. ديك لا موزيسور هي عبارة عن قطي كحل، سي دي باكتيري دي شامبينيون اللي كيلصقوا تما باسكو ما كاينش واحد التهوية، لأن ما كاينش واحد لا فونتيلاسيون ديال هذاك المكان. أولا، ثانيا كندخلوا لشي محل كنلقاو واحد الريحة شوية كريهة، وثوازيمون يمكننا نشوفوا ان الصباغه بدات كتقشر وان البلافون حتى هو بدا كيوقع فيه مشاكل، وهذا الشيء غالبا تكون عندنا في الحمامات في لي زونطوال ما تيكونوش مهويه. لحسن الحظ اليوم كاين طرق ووسائل سهله للتغلب على هذا المشكل. المنتوجات تلقاهم في السوق خصوصا في لي غراند سيرفاس، في البائعين تعطيونا نصائح مفيده وتشرحوا لنا كيفيه الاستعمال. دونك هنا نبداو بلا بانتيغ اونتي هوميديتي اونتي سالبيتر. هاد الصباغه هادي تنقدروا نستعملوها مثلا الا كان عندنا المشكل ديال الرطوبه في المطبخ ديالنا ولا في لا دوش، يعني في لو بان ديالنا مثلا، كتحبس ديك الهوميديتي انها ما تاثرش لينا على الصباغه ديالنا ولا على الواجهه ديال الحائط ديالنا، وكتوقي يعني ضد دوك لي سالبيتر، دوك التعفنات اللي يقدروا يتكونوا نتيجه ديك الرطوبه هذيك. وهاد لا بانتيغ هادي نقدروا اننا نستعملوها يعني مباشره فوق اون بانتيغ اللي ديجا هي موجوده، يعني كاينه. الا كان عندنا يعني الصباغه اللي مقلعه نحاولوا ان نزيدوا نقيو لا سيرفاس اكثر، ونقدروا ابليكوها ديريكتومون. دونك بالنسبه للمنتوجات اللي كيديروا لامبيرميبيزاسيون كاين في لي فاساد ولا كيكونوا فيهم الشقوق، دونك كاين البرودوي اللي كيعمر دوك الشقوق باش ما كيخليش التسربات ديال الماء، خاصة في الواجهات ولا خاصة في لي تيغاس. وبالنسبة للمشاكل اللي كتعج في الحمامات، هو كاين واحد ان سيليكون اللي كيدار في لي ريسيفور ديال لي دوش ولا في لي بينوار ولا في لي لافابو، دونك كيكون ما بين الزليج ولي ريسيفور باش ما كيكونش تسرب ديال الماء، باش ما كيدوزناش الحيط اللي كيبان على اثر الصباغه كتقشر ولا كيخرج واحد الرطوبه كتحس بها الرطوبه وكاع كتحس الغماله كاع في الدار. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم في الدار واحد بحال الكحوليه في الحيط، كاين واحد المنتوج اللي لما كنعالجوا ديك الكحوليه هو كنديروه هو اباز دو ريزين باش كيخلي ديك الكحوليه ما كتبانش. تنوجدوا كذلك في الاسواق لي زابسوربور دو ميديتي اللي تيتوضعوا خصوصا في الحمامات وفي المطابخ. لكن الى هذه الحلول كلها ما كفاتش، فخصنا نتجهوا لشركات مختصه في الحلول ضد الرطوبه اللي بعد تشخيص ديال كل حاله تتقترح العلاج الملائم. لان واحد الوسيله فاش كتكون تبنات الدار نهار الاول وما تيكونش دار فيها واحد العازل كونتر لا رومونتي كابيلير من الارض. العازل هو عباره عن واحد لا مومبران ديتونشيتي اللي كتجعل ديك الماء اللي كيطلع من الارض ما يوصلناش للحيط. فاش ما تنديروا التحاليل ديالنا وتلقاو انه هذيك الدار ما فيهاش هذاك سكون ابيل لا غاز ايتونش، تنديروا دي فوراج، كنديروا بعض الاثقاب في قلب الحيط في لا بارتي باس ديالو، وتنديروا فيها اون انجيكسيون افيك ان برودوي كي ابري 5 اور او 6 اور بعد 5 ولا 6 سوايع تيولي فيلموجين، دونك يل كري ان فيلم بلاستيك. دونك هذاك لو فيلم بلاستيك تيدير لنا اون باريير كونتر لا رومونتي كابيلير دو لوميديتي من الارض. واللي لازم نوضعوا في بالنا هو تهويه البيت كل صباح وكل عشيه باش نتفاداو لي ديغا ديال لوميديتي. نتمنى ان النصائح اللي تعرفنا عليها من خلال هذا الغوبورتاج تكون فاتكم في التخلص من مشكل الرطوبه في بيوتكم. ودابا نمشيو نشوفوا فين وصلوا الاشغال. رجعنا لقسم الدراسه اللي وجدنا فيه لي فوس بوتر يابسه، فحكينا الجدران باش نتخلصوا من كل البقايا ديال لوندوي والقبس، ثم وضعنا الكوش ديال الصباغه البيضاء في الجدران كلها. ففي هذا الفضاء اكدت علينا دنيا انه خصو يكون ابيض باش نسلطوا الضوء على القطعه بالاكمل. من بين الاشغال اللي قمنا بهم في القسم
هو اننا صلحنا السقف اللي كان مهرس من هذاك جوج جوايع ودعنا دي فوس بوتر باش درقنا لي تيوتري. اما بالنسبه لمشكل الرطوبه عالجناه ودعنا لوندوي مضاد للرطوبه، دوزنا لا بروميير كوش الصباغه، وبالنسبه للسقف والسلوكه ديال الضوء جريناهم باش مين نديروا البولات تكون عندنا القاعه مضويه اكثر. ودابا اجيو معايا نشوفوا باقي الاشغال باقي الفضاءات. السلام عليكم المعلم، فين وصلت الخدمه وفين وصلت الصباغه؟ بالنسبه للصباغه صافي سالينا الباج ديالنا، الان باقي لنا لي سومي والبلاكارات وهاد لي غيو غادي غندوزهم واحد اللون زرقاء. اللون زرقاء أيه. اللي غديروه هنا تحت في لي سومي؟ اي غنديروه في لي سومي. ما حدنا كنهضروا على لي سومي، حنا صلحنا هاد الجناب اللي كانوا مهرسين، صلحنا حتى لي بلاكار. اجيو معايا تشوفوا، درنا هنايا واحد لي طاجير فين يمكن الوليدات يحطوا الحوايج ديالهم. البلاكار مازال ما سالاش الخدمه ديالو، حيت مازال بصوبنا هاد ولاو كيتحلوا مزيان، غير هي الخدمه مازال ما سالاتش، خاص مازال تعاود في الصباغه. وكاين شي بلايص باقيين مهرسين هكذا عاد يدوزوا من الخشب يصوبهم ياك. دابا حنا شفنا القسم وشفنا لي دوغتوار، نمشيو دابا نشوفوا الحمام فين وصلت الخدمه ديالو. شكرا. من بعد الجوله ديال زينب في القسم والدوغتوار تلاحظوا ان الاشغال جاريه، فبقات لينا بعض الاصلاحات في لي دوغتوار كالابواب ديال البلاكارات اضافه الى لي زيتاجير. شرع الصباغ في وضع سكوتش باش يحدد الأشرطة ديال الصباغة اللي غادي نوضعو فوق كل سرير باش نزينو الغرف. البلاكارات صبغناهم ايضا بنفس لون الاشرطه، فكل غرفه خصصنا لها لون مختلف كالاحمر البنفسجي والازرق. سلمنا ايضا قطع ديال الخشب الاصيل باش نحطو في الغرف دي تيت دو لي و دي سوني. فخد نجار العبارات ديالو وقطع الخشب عن طريق اله كهربائيه خاصه. فيكسينا اخيرا لا تيت دو لي بالفيس في الحائط. هاد العمليه غادي تمكننا باش نعزلوا منطقه النوم ديال الاطفال لانهم تعانيوا من البرد خلال الفصول الشتويه. حطينا ايضا في البلاصه ديال كل سرير بلانش ديال الخشب كسوميه باش نعزلوا المنطقه جيدا. في الاخير وباش نحصلوا على ديكور منسجم صبغنا لي تيت دو لي بنفس صباغه الجدران. مرينا الحمامات اللي مازالين فيها اشغال كثيره، فالبنايه تيصلح المستوى ديال الجدران بالبصلانه عن طريق هيكل ديال الخشب باش ما يظهر حتى شي اعوجاج. البلومبيي فيكس الانبوب الاخضر جيدا في الترونشي، والان فهو تيوضع لي روبيني في المناطق ديالها. اما قطع الزجاج فنظفناها اولا ثم وضعناها في الحائط بعنايه، واستعملنا سيمون بلون لهذه العمليه باش الحائط يثبت مزيان. بقات لينا الجدران ديال المراحيض والحمام اللي وضعنا فيها كوش ديال خليط الاسمنت الرمله والماء باش نحصلوا على حيوط متساويه ومستعده لاستقبال قطع الزليج. السلام عليكم. السلام. فين وصلتوا المعلم في الخدمه؟ انا ساهل دابا غرات انا جليد كنجيب المرطوب. حيتو الجليج ودوزتو الجليج ودوز المرطوب. اييه باش ودابا شنو غديروا مور مي دوزتو المرطوب؟ غنديروا جليج. ها جليج واحد اخر جديد. جليج اخر جديد. كيف ما تفاهمتوا مع هاد الناس؟ كيف تفاهموا بين البارح. اييه تبارك الله عليك. قطع الزليج من الضروري انها ترقد في الماء قبل من الوضع باش ما تكونش جافه وصلبه خلال المعالجه. خلطنا اللصاق الخاص ديال الزليج بالماء ثم وضعناه في الحائط عن طريق المنصة.
وباش اللصاق ديال القطع الزليج يكون تام وجيد تنمشطوا اللصاق عن طريق منصه خاصه باش الهواء يتسرب جيدا وما تبقى عندنا حتى شي بقع. المراحيض ايضا خصصنا لهم نفس الصنف ديال الزليج اي الابيض الخاص بالحمامات واللي كتزيد الفضاء اضاءه ولمعان. دائما في الحمام مرينا الاصلاحات اللازمه في السقف وقررنا باش نوضعوا فوسبوتخ ديال القبس باش نستروها. صممنا اولا هيكل ديال الخشب مع استعمال ميزان ديال الماء ثم حطينا البلايك ديال القبس ديالنا. اللصاق ديال البلايك صممناه عن طريق خليط ديال القبس والفلاس والفينيسيون درناها بالقبس. هاد التقنية غادي تخلينا نحصلوا على فوس بوتخ متساوية ومتوازنة وفي نفس الوقت غادي تزين النظرة ديال السقف اللي كانت متشوهة بالأنابيب. كل هاد الأشغال الثقيلة اللي عندنا في هاد الفضاء محتاجة الوقت كتير باش تكمل، فالقبس محتاج على الأقل 24 ساعة باش يلبس بالأكمل، ثم الأرضية خصها تغلف بالزليج وباقي لحد الآن ما بديناش. واش الفريق غادي ينجح في التحدي ديال انتهاء الأشغال في ظرف أسبوع؟ تابعوا معنا البرنامج. حنا دابا في القسم وكيف ما كتشوفوا سالينا الأشغال اللي فيه، بقات لنا الصباغه في هذا الحيط هذا كاينين هاد لي بوند والوليدات هما اللي غادي يقوموا بالصباغه ديالها. مراد السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. انا جيت مع الدراري باش تشرح لهم البلايص اللي غادي يصبغوهم وتقول لهم الطريقه باش يصبغوه باش ما يخرجوش على دوك لي باغ. بالنسبه لهذا اللي غيو غادو غادي نصبغوهم باللون الموف اللي هو من هنا لهنا، وهنا غنعطيكم دابا الرولوات باش تخدموا. ولكن قبل غادي نتراسي لكم البلايص اللي غادي نتصبغوا، اللي هو مثلا بحال هادي دابا اللي فيها الخط هي اللي غادي تصبغوها ليا. هادي 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 هذوك لي بوند اللي عراض ياك. اي هاد لي بوند اللي عراض انت هادي هادي صافي. مشاركة الأطفال في الأشغال السهلة بحال الصباغة خلاتهم يستوعبوا أكثر الأهمية ديال تدخل فريق دار ديزاين ديالنا في المرافق ديالهم. غير بشوية عليك أنت الشيف، شي دابا أنت في الخدمة ديالك غتبدا بحال صافي، ومن بعد تشارجي الوسط ما تعصب ما والو. دابا ديما في الرولو تشارجي الحرف. خلال هذه المرحلة تعلموا الأطفال تقنية وضع الصباغة في الحائط عن طريق الرولو، فهموا جيدا أن هذه التقنية تتطلب شيئا ما من الصبر والدقة. يزيد معاه من مسابق ها؟ عندك هنا باقي خاوي عندك شي شوية. هادو الدراري كملوا الصباغه وحنا غادي نطلعوا عند الوليدات الفوق حيت باقا عندنا معاهم واحد الخدمه. الاشغال في الحمام تقريبا قربوا يساليو، المشكل اللي بقى عندنا هو في البيبان اللي هما باقين في حاله جيده. غنشوفوا مع خالد كيفاش يمكن لينا نعاودوا نصلحوهم باش نستعملوهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. البيبان غادي نشدوهم غادي نهفينهم مزيان بقاعيط الحرش ومن بعد غادي نصبغوهم عاد نركبوا لهم البيزاكرات ديالهم ونركبوهم في البلايص ديالهم. تورينا الطريقه كيفاش مع الدراري؟ واخا.
دابا غادي نعطيكم الطرف ديال لقايه الحرش، غادي تفينيو البيبان مزيان وانا غنوريك الطريقه كيفاش. عطيني سنه واحد الطريف نحك معاهم. الطريقه ديال الحكان سهله، شوف بحال هكا البيبان مزيان كنمشيو بحال هكا بحال هكا. ولا غير باش كنكبو؟ لا غير باش منين ندوزو الصباغة ديالنا تشد باش تشد البلاصة ديالها. كيف ما شرح لنا خالد، فمن الضرورة أننا نحكو البيبان بورق الزجاج باش نتخلصو من الصباغة القديمة وباش الخشب يكون مستعد لاستقبال الصباغة النهائية. رشيد كيف كتشد؟ جن زول حقاش أنا مساوتي كانت البيبان ديالي حيدي كنحكم باش نتوما تصبغوهم انت تكون عاونتينا في الخدمة ياك وغتحافظوا عليهم. ضروري مثالي هاد الحكان ديال الفوق هنا الفيلي هذا غتحكوا بهاد الطريقة هذه. دابا مزيان فين ها هو محكوك دابا هذا الطانو هو مزيان. هاد البلاصه هادي بحال هكا ثاني هذه بحال فشاركوا معنا بعض النزلاء ديال الجمعيه بسرور في هذه الاشغال. خلال العمل لاحظنا ان الاطفال ما كانوش كيتوقعوا ان الديكور والديزاين كيحتاج ابداع وفينيسيون دقيقه للحصول على نتيجه مرضيه. نخليو فريق العمل يكمل الاشغال ديالو وحنا غادي نمشيو عند الوليدات اللي كيتسناونا حيت عندنا معاهم ورشه فين غادي يتعلموا انهم يصوبوا اشياء من الطين اللي غيخليوها عندهم كتذكار ولا يزينوا بها الغرف ديالهم. ما نخليوهمش يتسناو اكثر، نمشيو عندهم. مدام مرحبا بك معنا. انت اليوم معنا في لاتولي اللي غنعلموا فيه الدراري كيفاش يصوبوا اشياء من الطين، علاش اختاريتي لي زوبجي بحال هكا؟ الطين هو واحد الوسيله اللي الطفل تيستعملها بواحد السهوله واللي تيستعمل فيها يديه بجوج وتيخليه انه يكون منسجم معاه، لان الطين حنا من الطين. اييه يمكن حتى انا نشارك معكم في هاد لاتولي. يلا مرحبا بك. يلا تنشدو الكره ديالنا تنحيدو منها واحد الطرف قداك كلكم تتشوفوا ياك. غادي نشدو هاد الطريف غادي ندوروه في يدينا غير شي شويه ومن بعد شوف من بعد تنرجعو بحال شي حنش تنقادوه بيدينا باش يكون شويه مقاد ومن بعد تنحطو فوق الطابله بحال هكا. تنبداو بالطرف ديال صباعنا وتنحاولو يدور بزاف المرات على راسو حيت نقدروا نديروا ليه عير بحال هكا ولكن الا درنا ليه بحال هكا شوف ما تيدورش مزيان خصو يدور كامل. واخا غادي تشد لينا شويه الوقت ومن المهم عندنا حنا هو انه يدور كامل على راسو. شنو الفرق بين الطين ولا باتا مودلي؟ لا باتا مودلي والطين ما كاينش فرق كبير بحال بحال. المشكله ديال لا باتا مودلي هو الي شيميك مزيان في لاغجيل هو انه ناتورال لاغجيل تيكرم نقدروا نصبغوه ملي تينشف هو تنقدروا نصبغوه نقدروا نطيبوه ومن بعد نستعملوه كاواني في المنازل ديالنا في المنازل ديالنا.
الهدف ديالنا غنصيبو بحال هاد الكاس. هما راه هاد الحنيشات اللي تنصيبو تنعاودو نحطو واحد فوق واحد واحد فوق واحد تنلصقوهم بيان سور من الداخل وتنديرو هنا لتحت واحد القاع. هانتو كيف تشوفو ملي تنشف تولي قاصح. يمكن لينا نديرو فيه سكريف تقدر تستعملوها تقدر ندير فيه فلوس نديرو فيه بزاف د الحوايج. دونك ملي درنا بزاف من هاد الحنيشات غادي نديرو واحد الدائره من بعد تنعاودو نستعملو ما نحاولوش البلاصه فين لصقناهم غنغطيوها بهذاك الفوق ولكن هادي تدور خاصها تدور بنفس تجي فوق منها قد قد. دابا غادي نديرو القاع ديال الكاس ديالنا ياك. غادي نبداو بواحد الكويره تندوروها مزيان. ملي تنديرو الكويره ديالنا شوفوا مزيان كيفاش غادي ندير باش نقرصها بحال العجينه. غير هو ما تندير غير مره واحده شويه شي وتنقلبها سي. علاش لا لا لا, لا ما درتش بحال هكا غادي تلصق ليا مع الطابله فهمتي. هاك عاب شويه حتى تولي الدائره ولا هاد القرص قد هذيك الدائره اللي درنا الدوائر اللي درنا نسوي. شفتوا هكا داكش. دابا اش تنديروا تنحطوا الصبع من الداخل تنحاولوا نلصقوا هذوك الدوائر اللي صوبنا. فوالا الدوائر وتلصقهم بعدا مع هذيك القرص اللي درنا لتحت القاع ديالهم. وشحال الوقت خاصو باش ينشف؟ خاصو على الاقل يومين. يومين في الشمس ولا غير في بلاصه؟ لا الا حطيتو في الشمس غادي تهرس. يعني شوف خصنا نديرو خصو يتحط في شي بلاصه فيها الظل وينشف على خاطرو تكون مهويه شويه وينشف يومين غادي يشد في راسو. ادم كنشكرك على هاد الورشه اللي كانت ممتعه. تعلموا فيها الدراري الطريقه كيفاش يمكن لهم يخدموا الطين وانا تعلمت معاهم. كنشكرك بزاف على الحضور ديالك ونتلاقاك مره اخرى ان شاء الله. الدراري خليتكم بسلامه عليكم. سلامة. الى عقلتوا معنا ادم كنطلب منا نخليو هاد لي زوبجي اللي صيبوا الدراري من الطين يومين باش ينشفوا. كما كتشوفوها هما شدوا فراسهم. دابا غنتسناو الوليدات يجيو باش كل واحد يختار لوبجي اللي صوب. بلاتي يجيو كاملين واجي وقفوا بحال هكذا وكل واحد يختار هذاك الشيء اللي صوب. دابا الدراري شكون يبغي يقول لنا شي كلمه على هاد التجربه هادي؟ ادم علمنا كيفاش نصايبوا في هاد الشيء. مابقيتش نصايب وليت يجيني ساهل فحال نصايب الطرسين تا هو ساهل الشيء تا هو ساهل. كنكون حاطو ديكور بعد مره نجمع الفلوس وندير فيه. يلا كنشكركم بزاف اللي شاركتوا معنا في هاد الورشه ديال الطين وانا غادي نخليكم كل واحد ياخذ هذا اللي صوب باش يمشي يخبعو في البلاكار ديالو كما قلتوا ولا تحطوه فوق البلاكار. وغادي نمشي نكمل انا نشوف. شكرا وميرسي دو ريان. انتهت الأشغال وبقات لنا الفينيسيون ووضع الأتات والأكسسوارات. في الدوغتوار اللي كيحتوي على 4 ديال الغرف خصصنا لكل غرفة لون مختلف باش القطع ما تكونش متشابهة. شرعنا في وضع دي زانتيغوبتور جداد والتريات اللي اختاريناهم مواتية للمرافق العمومية ومن نوع اقتصادي. كيف ما سبق لنا وذكرنا مهنيين مختصين في مجالات عدة عبروا على سخائهم وتبرعوا بكل ما احتاجنا من الأفرشة والأتات، طاولات والمكاتب، أدوات اللازمة في الأشغال والصباغة، إضافة إلى كل الأكسسوارات اللي خلتنا نغيروا مستوى عيش نزلاء الجمعية.
وبما أن الجمعية الخيرية تحتوي على مخبزة تصلنا بمهنيين في المجال اللي ما ترددوش باش يتبرعوا بقدر 3 طن ديال الدقيق، فتنشكروا باسم طاقم البرنامج كل هاد المهنيين المتبرعين. من ناحية الأتات خصصنا المرافق النوم فراشات من نوع الرافية. بطبيعة الحال وباش نسترو الغرف في الليل ما نسيناش أننا نوضعو الستائر. سلام، لاباس؟ بخير؟ سي فريد سلام. الحمد لله، الحمد لله. كنقدم لكم دونك سي سعيد سقاط رئيس ديال الجمعية. معنا في الجمعية سي فريد بن شقرون، والسي حمري هو المدير ديال الخيرية. لاحظتوا مزيان، عاودنا الخشب، درنا الخشب هنا من تحت، درنا الخشب ودرنا حتى الخشب في راس اون تيت دو ليا على البرودة. وصبغنا المحلات وعطينا لهم الوان وليدات ودرنا واحد لوميناير جداد. مهم صبغنا كل شيء وصبغنا الخشب. انا غيرتو شويه الالوان في كل بيت درنا له لون مختير، ماشي واحد مختير مختير الدراري. اييه كل واحد عطى اللون اللي بغاه. عاونوني الدراري، كانت مسابقه. نعم عاونوني. دونك هنا عندنا بيت اخر، بيت زرق، دونك اخترنا لهم هاد اللوينات. دونك بحال صبغنا لهم هنا البلاكارات في اللون ديال هاد الشطاب على نفس الشيء. درنا لهم الخشب، درنا هادشي كله. فوالا هادشي تغير كله، الفراش كل لون مع اللون. فوالا ولا حتى الباج مع الباج والزرق مع الزرق. اللي يعجبهم الحال هما الدراري. غادي يفرحوا الدراري دابا. درنا حتى لانتيغيبتيغ، درناها مزوق الوليدات. داكشي منسجم، كاين انسجام ما بين. وضعنا ايضا اوسيده ثم لانج دو لي في عده الوان باش يرافقوا الديكور جديد وعالم الطفوله اللي احنا متواجدين فيه. ما نسيناش باش نوضعوا الاواني ديال الطين اللي صنعوا الاطفال من قبل واللي غادي يبقاو عندهم كتذكار لهذا الاسبوع اللي مروا مع فريق دار ديزاين ديالنا. رجعنا لقسم القراءه اللي مازال فيه بعض الاشغال، فصبغنا الحائط اللي قبض القسم بصباغه خاصه سوداء، وهذا الحائط هو اللي غادي يشكل السبوره. شرعنا ايضا في تنظيف القطعه جيدا باش نوضعوا الاتات الاكسسوارات ثم اشغال الفينيسيون. جانب النافذة قررنا باش نفيكسيو في الحائط دي بورتمونتو باش يعلقوا فيه الأطفال الأغراض ديالهم. اختاريناهم في لينوكس وألوان متعددة. حطينا ايضا دي زانتيغوبتور ديزاين باش يرافقوا الديكور جديد ديال الفضاء.
سلمنا الأثاث اللازم لقسم القراءة، فوضعنا عدة طاولات للأطفال والكراسة ديالهم في اللون الأزرق والأحمر. وضعنا أيضاً مكتب الأستاذ في الجانب، ثم حطينا طاولة كبيرة وكراسة في الجهة الأخرى ديال القسم، واللي غادي تشكل لنا فضاء اللعب والاسترخاء ديال الأطفال. وضعنا أخيراً مكتبة ديال لينوكس فضاء الاسترخاء، وحطينا فيها قصص، مجلات، ثم لعب للأطفال. فريق دار ديزاين ديالنا حرص على خلق فضاء لقراءة بديكور مرح وديزاين، شيء اللي بالأكيد غادي يشجع الأطفال على حضور الفصول الدراسية ديالهم بكل سرور. الفضاء الأخير اللي بقى لنا هو الحمام، واللي تلاحظوا فيه تغير مدهش. كيف ما أكدت علينا مصممة الديكور، الزليج الأبيض اللي في الحائط والأرضية سلط الضوء على هذه القطعة الخاصة بالنظافة. الأشرطة ديال الزليج الحمراء والصفراء كسرت لنا رتابة الزليج الأبيض، ثم المرآة الذهبية اللي وضعنا أعطت لمسة شيك وأنيقة لهذا الفضاء. فلحسن الحظ نجح فريق دار ديزاين ديالنا في المهمة ديالو بالأكمل، وحقق كل هالتغيرات الاستثنائية في الفضاءات في ظرف أسبوع. هاد القسم وكما جميع الاقسام، الطاوله خصها تكون مولمه للعمر ديال الطفل. حنا كنقترحوا عليكم هاد الغوبورتاج باش تعرفوا على اسهل طريقه لاختيار لي بيغو لوليداتكم، على حساب العلو، على حساب المواد باش مصنوعين هاد لي بيغو، وخصوصا على حساب العمر ديال اطفالكم. نشاهدوا جميع. الطفل الصغير عاده ما تحتاج الفضاء الخاص به، ولازم يحس بالاستقلاليه. داكشي علاش وجود المكتب في غرفة الطفل هو عنصر مهم للتفتح ولتقوية الشخصية ديالو. لكن في حين اختيار المكتب كاين معايير كثيرة خاصنا نهتمو بها. اولا فاش كنجيو نختاروا المكتب ديال الطفل ديالنا، ضروري نردوا بالنا بزاف د الحوايج. منهم اول حاجه هي القياس ديال البيرو بالنسبه للشامبر ديالو، وفين غادي يتحط، ومنين يتحط خصنا نردوا بالنا منين يجلس الطفل جهه مستوى ديال البلاطو على المعده ديالو. وكنقدروا نستعنوا في هذا الشيء بواحد الكرسي اللي هو تيكون كيطلع ويهبط، باش كيقدر يبقى له هذاك البيرو لمده طويله، وباش كيقدر يجلس فيه مرتاح ويخدم على راحته. حاجه ثانيه هي فاش كنحطوا داك البيرو في الغرفه ديال النوم، خصو يكون بعيد شويه على الفضاء ديال الخدمه ديال النعاس باردون، وبعيد على الفضاء ديال اللعب باش كيقدر يكون عنده كونسونطراسيون ماكسيموم. حاجه اخرى مهمه هي الاضاءه دائما خاصها تجينا يا اما دو فاس يا اما دو جنب، على حسب اللي كان على اليمين ولا على اليسار، على حسب الخدمه ديال لونفون. حاجه ثالثه هي بالنسبه لي رانجمون، واش هذا الطفل محتاج ان اسباس كبير ديال الخدمه، يعني يكون ان بيرو ما فيه حتى شي رانجمون، اولا بالعكس خصو يكون الرانجمون ديالو مع البيرو، يعني دي بتيت ديتاجير دي تيغوار دي رانجمون، باش يقدر يجمع كاع الحويجات اللي هو محتاج ليهم. ومن بين هاد المعايير فمن المهم نحترموا قواعد السلامه، وهما تبداو من لو ديزاين ديال المكتب حتى المواد المستخدمه. اجيو نستمعوا كيفاش. السلامة هي حاجة مهمة ومهمة بزاف، فكنردوا بالنا في الاختيار ديال البيرو يكون دائما الجناب ديالو دايرين باش ما يتجرحش بهم، باش ما يتضربش بهم، وفي لو بلاطو القنات ديالو حتى هما كاملين يكونوا اروندي، لانه تيكون جالس كيتحرك باش حتى شي حاجة ما تجرحو. حاجة أخرى أن في المستوى ديال لي بواني ديال البيرو أو لا ديال لي زيتاجيغ اللي كيكونوا معاه، يكونوا واحد الكاليتي مزيانة، قابطين مزيان، باش ما يجرحوش من يجي يحل هذوك المجيرات وداك لي بتيت بوخت.
المكاتب ديال الاطفال من ديما حنا كنا كنعرفوا مكتب هي خشب. الخشب صحيح ايه افكتيفمون صحيح، ولكن ما كيصبرش بالنسبه للدراري بالنسبه كيفاش كيتعاملوا هما مع المكتب ديالهم. دابا ولاو كاين ماتيريال اللي هو جديد ولوستراتيفي ميلاميني. هذاك لوستراتيفي ميلاميني يعني خشب مغلف من الفوق ومن التحت بلا ميلامين، اللي هي بحال البلاستيك، قاصح ريزيستانت ما كتخبش، الي امبيرميابل ما كدوش الماء، يعني كنقدروا نغسلوها فاسيلمون وكتقدر تدوم مده طويله وكيبقى لنا هذاك لو بيغو لمده اطول. ولافونتاج في هذا الاستراتيفي ميلاميني هو انه فيه دي ماتيير انتي اليرجيك اي انتي كانسيريجين. خصنا نردو بالنا ضروري ونسولو عليها واش سي ان بانو استراتيفي كي سيرتيفي نون كانسيريجين نون اليرجيك، اللي حاجه مهمه او لا، باش كومسا يستعمل البيرو ديالو في كامل السلام. لكن باش الطفل يتعود على المكتب ديالو فلازم يصبح كذلك فضاء متعه ماشي غير مكان للعمل ولتحضير الواجبات، فين الطفل تيصبح يحب يقضي الوقت ديالو. ممكن نديرو بحال بين سوغ دو دينات البنيتات الويدلات اللي تيبغيو الرسم باغ اكزومبل، نديروهم سكون ابل دي غران باك دو ديسان اللي يكون فيهم لي فوتر لي كران كولور دي ليفر ديال الرسم وسي دا ديكوراسيون دي فواتور اكسيتيرا. مي بو فير اوفيس دو كومود بور بوزي دي جوي، ماشي ولا بودا يكون بيو في ساعه الاولى فاش يكونوا صغيرون، يمكن يكونوا دان ان بروميي طون جوست ديكوراتيف فيهم لي جوي ديالهم. الطفل تيختار لو بيغو ديالو على حسب السن، فيمكن له يحصل عليه في سن مبكر من 6 سنوات لما فوق، واذا احتار من المعايير فهذاك المكتب تيكبر معاه وتيصبح الطفل متعلق في فضاء العمل ديالو، وهذا مهم باش يتعلم حس المسؤوليه. الدنيا مشات تجيب الوليدات اللي غيكتشفوا لاول مره القسم ديالهم بعد التغييرات اللي طرات عليه. نستقبلوهم جميعا. يلا تفرقوا. واو وما كانش عندنا هاد القصص، جبتوا لينا القصص والالعاب اللي كنلعبوا بها المميزه، وجبتوا لينا البيرو اللي غنجمعوا فيه الاجتماع، وكنشكركم بزاف. اجيو شوفوا الجهه القراتيه شنو فيها. الفضاء الأول اللي اكتشفوا نزلاء الجمعية هو قسم الدراسة ديالهم. فالصور كتعبر على المفاجأة السارة اللي كانت كتنتظرهم، والجزء ديال القسم اللي طار الانتباه ديالهم هو فضاء الاسترخاء. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. فكيف ما كنا كنتوقعوا، بداو الاطفال كيتعرفوا على الالعاب اللي وجدوا في هذا الفضاء، واللي بالاكيد غادي تخليهم يمروا اوقات جيده خلال ايام العطله الدراسيه. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. القصص والمجلات اللي في المكتبة جذبت انتباه الأطفال أيضا. أكدوا لنا أنهم غادي يعتنيوا جيدا بكل هذه المرافق اللي الفريق سهر على إصلاحها خلال هذا الأسبوع. Don't worry, be happy. Wow.
عنده الناموسيه ديالو مغطاو. غادي نعطيو لكم بعدا غادي نركبو تما بلاصتك هذه. مرينا الغرف النوم اللي كتشكل المرافق الاساسيه ديال الجمعيه واللي نالت اعجاب الاطفال اكثر. فطرحوا على دنيا وزينب عدة أسئلة تقنية على طريقة الحصول على هذا الديكور، وكانوا جد سعداء من يسلمنا لهم قفولة باش يسدوا البلاكارات ديالهم ويحافظوا على أغراضهم الشخصية. تفاجؤوا ايضا الاطفال من وجدوا الاواني ديال الطين اللي صنعوا من قبل، وبداو من الان تجربوا جوده السرير ديالهم. فمن تلاحظوا الفرحة اللي منحات هذه التغيرات على الأطفال، تستوعبوا أكثر أهمية التضامن والسخاء اللي يمكن تغير بالأكمل حياة الناس المحتاجين. من بعد انتهاء الأشغال فالتغيير أصبح عندنا مدهش والنتيجة مرضية. بفضل النصائح والتدخلات ديال مصممة الديكور بقينا في ألوان وديكور باستيل في مرافق النوم، واحترمنا جميع معايير السلامة المطلوبة في المرافق العمومية الخاصة بالأطفال. حرصنا أيضا على استعمال مصابيح اقتصادية باش ما نأثروش على مصارف الجمعية الخيرية في المستقبل. فصبحوا لي دوختوار عبارة عن فضاء هادئ مثالي لغرفة نوم للأطفال بفضل الألوان اللي وضعنا في الحائط والأفرشة. تغيرات أيضا اللي في قسم القراءة كانت مفاجأة سارة لنزلاء الجمعية، بحيث أن الطاولات اللي وضعنا عكس الأثاث القديم جاتهم جد مريحة وجميلة. الألوان اللي في الحائط سلطت الضوء على الفضاء، والجزء الخلفي ديال القطعة أصبح عبارة عن فضاء استرخاء مريح ولطيف. هذه التقنية غادي تمكن الأطفال باش يصبح عندهم روح مبادرة ورغبة أكثر في متابعة الدروس ديالهم في هذا الفضاء الجميل. فكتوضح لنا أكثر أهمية تأثير الديكور على التركيز والعمل. ففضاء اللي تنوجد فيه ألوان هادئة ومتناسقة، العمل تيمر في ظروف أحسن من في غرفة غير مريحة. الجزء الأخير واللي كان جد صعب في الأشغال هو الحمام. هذه المرافق الخاصة بالنظافة والاستحمام صبحت مثالية لأي حمام يمكن نوجده في البيوت ديالنا، إضافة إلى معايير السلامة المطلوبة كموزع صابون عملي بلينوكس، زليج أبيض مضاد لكل تراكم التعفن والأوساخ، ثم زليج أرضي مضاد للانزلاق. فمني تلاحظوا النتيجة اللي صبحت عندنا، كنستوعبوا أن النزلاء ديال الجمعية تستاهلوا كل مجهودات اللي بذل فريق دار ديزاين ديالنا في الأشغال والإصلاحات.
دار ديزاين ديالنا نجح في المهمه ديالو، اي اعاده ديكور واصلاح الجناح الخاص بالوليدات الصغار اللي عمرهم بين 7 و 9 سنين في الجمعيه الخيريه سيد البرنوسي. بمساعده الاطفال، الشركات والمهنيين في عده مجالات اللي تبرعوا بكل ما احتاجوا الاشغال، كلشي المراحل دازت في احسن الظروف، وكنغتنموا هذه الفرصه باش نشكروهم على روح المساعده اللي عندهم وسخائهم. كنشكروا ايضا جميع المؤطرين اللي كانوا صابرين معنا طيله مده الاشغال، وما نساوش الاطفال اللي كانوا حاضرين معنا في كل مراحل الاشغال وما تردوش انهم يشاركونا فيها. وانتم مشاهدينا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من النصائح والريبورتاجات اللي قدمناهم لكم، وإلا بغيتوا حتى نتوما تساعدوا هاد الوليدات ما عليكم الا اتصلوا بالرقم اللي كيظهر اسفل الشاشه، ولا اتصلوا بالجمعيه الخيريه سيد البرنوسي. وإلا بغيتوا تتابعوا معنا حلقه جديده من برنامجكم المخصص لشهر رمضان دار ديزاين ديالنا، ما عليكم الا تسناونا يوم السبت المقبل في تحدي جديد فين غنحاولوا نمدوا يد المساعده لناس اخرين اللي محتاجين. ما تنساوش نتلاقاو يوم السبت المقبل، الى اللقاء.